هي الزوجة الرابعة والأخيرة للملك الراحل الحسين بن طلال، نصف سورية ونصف سويدية، وواحدة من أجمل ملكات العالم العربي في التاريخ المعاصر. قضت مع زوجها أكثر من 20 عاما في حالة استثنائية بالمقارنة مع بقية زوجاته. عن الملكة نور الحسين نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا manartfirdaus.com، واستجدون كل روابطنا في صندوق الوصف. ولدت الملكة نور الحسين في 23 من أغسطس سنة 1951، وبالتالي فإن عمرها الآن 72 عاما. اسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي، حيث كان والدها نجيب إلياس الحلبي أمريكي من أصل سوري، وكانت أمها دوريس كارل كويست من أصل سويدي. نشأت ليزا الحلبي المعروفة بالملكة نور في أمريكا، وقد تلقت تعليمها في عدد من مدارس في كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك. حصلت على البكالوريوس في الهندسة المعمارية وانخرطت في حياتها العملية بعد ذلك. تعرفت ليزا على الملك الحسين أثناء عملها في الأردن ليتزوجها في 15 من يونيو سنة 1978، أي عندما كانت في 27 من عمرها. هذا طبعا في الوقت الذي كان فيه الملك يكبرها ب16 عاما. كان على ليزا اعتناق الدين الإسلامي حتى تتزوج من حاكم مسلم. تقبلت ذلك وغيرت اسمها إلى نور الحسين، وقد حظي اعتناقها للإسلام وزفافها بالملك بتغطية واسعة من الصحافة الغربية، حيث افترض الكثيرون بأنها ستعتبر غريبة لأنها نشأت في أمريكا ولها أصول أوروبية وكانت ديانتها المسيحية. إلا أن العرب حقيقة تقبلوها بشكل واسع باعتبار أصول والدها السورية. أصبحت نور ملكة الأردن وأنجبت للملك 4 أبناء، هم الأمير حمزة، الأمير هاشم، الأميرة إيمان، والأميرة رايا. اهتمت نور الحسين كملكة بالتعليم والفن، وعملت على المحافظة على التراث المعماري والعناية بالطفل وتطوير دور المرأة في المجتمع. وبعد أن ظلت ملكة للأردن لأكثر من 20 عاما، توفي زوجها الملك الحسين في 7 من فبراير سنة 1999، ليصبح ابنه البكر من زوجته الثانية ملكا، ولتخسر نور الحسين طبعا موقعها كسيدة أولى في الأردن. وبعد وفاة زوجها قسمت هذه الملكة السابقة وقتها بين الأردن والولايات المتحدة، وواصلت في العمل نيابة عن عدة منظمات دولية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالتزلج والتنس والإبحار وركوب الخيل وغيرها من الهوايات. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.